ونبقى مع ردود الفعل على رفع سعر البنزين أوكتان 90، فقد قوبل القرار باستياء كبير من قبل المواطنين الذين اعتبروا أن السبب وراء الرفع هو فاتورة الفاسدين التي يدفعها المواطن الأردني. مش ملحق بنزين ولا ضمان ولا ملحق شيء، ولا كهرباء ولا مي أخرى. لما كل يوم بدي أحط ب20 ليرة بنزين وأعطي صاحبها 23 ليرة، عرفت علي؟ هي قديش؟ وشو بدي أطلع لأولادي؟ بدي أطلع لأولادي 5-6 ليرات 10 ليرات. أثرت باليوم، صارت تفرق معي تقريبا من معدل دينارين ونص. أثرت أنا بشكل سلبي، تنكت بنزين 14 دينار، العداد قليل، ما فيش إمكانيات إن نحط بنزين، والسيارات ضمان وضمان غالي كثير، وما بنقدرش على هذا الحكي. كل ما يرتفع البنزين إحنا زي ما إحنا، ارتفع مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، بعدين بفكروا يرفعون العداد 1% ولا 2%. والله بصراحة تعودنا على هذا الموضوع، يعني بطل الواحد انه يحس انه في متعة في رفعة البنزين، كل يوم رفعة كل يوم رفعة، صرنا شعب لا مبالي. والله اليوم أثر علينا صراحة، أثر علينا كثير. ها؟ بالشغل أثر علينا كثير، يعني ما جمعة تغلي اليوم هذا مثل كل يوم. من أول احنا أصلا متأثرين يعني، والأجرة مش هالأجرة كمان. يعني حتى عدادنا شايف يعني ليرة، طلب ليرة أو نص ليرة أو 70 قرش، شايف كيف؟ والله ما هي موافية معنا.